مساوات واكثر بانطلاق ال 15 من انديال هب. يلعب به ثانيا نبروس بونتي مع الفرج حسن الصفات توف ياتينا في المركز الثالث مع سهير. هنالك وورد اوردر مع فادي ماتس بون دوم في المركز الخامس والمركز السادس بوني اوربان جيمي روكفور في المركز السابع وايضا المركز. انا مو مدخل حصان على الثاني مفروض فايز لا بس في خيل زينه في الشوط اكيد لا في خيل بتصعد تصعد في خيل تتم مستواها كل يبالي نحض وش فيش تسوين كذي اقول وش تقولين بعد اقول ياه الحظ ايه تأخرت في نظرنا ويمكن في نظرك لا بدا ما أنا في البليس أنا معناها ماشي صح شو السؤال؟ متى بتفوز؟ ثاني زعلني أنتي جاي تتكلمين عن سؤال يضايقكم وايد في كثير من الأحيان لازم في طريقة وغير الفوز؟ باقي مواضيع السباقات ما بخلوني لا ما بخلوني اللي مرات تخلق توتر بعدين ما له داعي ولا لمزاج أتعامل وياه صار مشكلة عليه اليوم صارت وايد أشياء بنبني عليها أكثر من سؤال في كل أسبوع جاي رايا ما عرف احب ان انا يعني اقطع الشك باليقين جوز يعني لا بالعكس هذا شيء مهم وشيء نشجع عليه احتمال يكون الشوط مثل ما قلت يعني فيه مفاجآت وهو شوط العربيات بس اذا رحنا إلى الأفضلية بيكون للملولش 1748 عبد الله فيصل وهي المرشحة الأولى وبالفعل في آخر ريس لها كانت حلت في المركز الثالث مع أبطال أقوى من هذه الجهات لكن المرشحة الثانية كروش 1751 إلى جعفر مرزوق أتمنى إن شاء الله تفوز اليوم لأنها قدمت مستوى طيب في ثلاثة ريسات وخبر قلت حق جعفر مرة إنها عجبتني وقال لي لا ضعيفة وانتي ما عندش ذوق فهل اليوم أصدق الإشاعات اللي تقول؟ إذا كان هناك في مثلاً مفاجأة أو شيء راح يكون من بريد دويل اللي هي الربدة 1724 بس حتى لو بنصدق وبنقول أن تمارينها وايد زينة ما نعرف يوسف شنو خاش لنا مع الملولش ومع الجلابية صحيح اللي عند أنس السيابي طبعا لا تنسى أبوك حيلان أم زرير 861 أحد الجاد الأبطال والأم أيضا 1310 الحمدانية اللي دائما تكون الجلابية اللي دائما تكون في المركز الأول وهو لكن لحد الآن يعني ما عندها خبرة في الريس بس الحين بنشوف روفا أندريسينغ أيها المتابعون الكرام أيها السيدات والسادة انطلق شوط الأول شوط المخصص للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو مسافة 1400 متر انطلاق 6 من الخيل العربية الأصيلة بانطلاقة الربدة 1749 مع الفارس بريد دويل بينما تلحق به ثانيا المرشحة الأولى الملولش 1748 مع الفارس عبدالله فيصل المرشحة الثانية لكروش بمحادات السياج في المركز الثالث بينما المرشحة الثالثة المصنة في المركز الرابع والمركز الخامس تتواجد الحمدانية 1747 والمركز السادس هنالك تتواجد الجلابية 1752 لا تزال الصدارة والمركز الأول مع بريد دويل على صدارة هذا الشوط مع الربدة 1749 بينما المركز الثاني هنالك تتواجد المرشحة الأولى الملولش 1748 مع الفارس عبدالله فيصل والمركز الثالث بمحاداة
عمليات السياج، هنالك الحمدانية عفوا الكروش 1751 مع أندرو إلي، والمركز الرابع هنالك أيضا الجلابية 1752 مع أنس السيابي. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع بريدول الربد على صدارة هذا الشوط، بينما انطلقت الملولش الآن 1748 مع الفارس عبد الله فيصل، ومحاولات أيضا من قبل المصنع 1724. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع بريدول صدارة هذا الشوط الربد 1749، وهنالك أيضا محاولات من قبل المصنع 1724 مع حسن الصفار، وأيضا هنالك الملولش. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع الربد 1749 هي من تنتزع أول أشواط الأمسية للخيل العربية الأصيلة. المركز الثاني دخول ثنائي ما بين الملولش 1748. شلون جدي طوفني شوط الربجة؟ شلون؟ أنت شلون ما يأتي؟ ما جيت بس شفت الإعادة، وأنا من أمس قاعد أفكر أقول صج مو بصج طلع صج. سمعت من جوكي طبعاً هي رايح زين ثالث زين ربنا، وشو طار بطير كذاك بالدور طار بطير روح عبد الله ستارت وفينش عبدك. إيه شو طار بطير راح قدام لا يواش شرد عنه. إيه فيعني أنا هاي اللي استغربت الحين يوم شفت الريبلاي مال الشوط إن زين يعني يوسف طاهر يعني إيش كنت تساوي بالضبط؟ لكن متوقعين أنس وعبد الله فيصل خفقوا في هذا الريس. أنا بالعكس أنا راضي من النتيجة في الخيل، كانت ملولش أو كان ربدة عكس زين بدأ مانا في البليس أنا معناها ماشي صح. جمالة في البليس أنا راضي. صار بطيش صار فضلحة. هي راحت شوي وهي طعم الشغل زينة وانتبعتي قبل الشغل مبيتها. خلص يعني نحط الرابجة على رأس القوائم مالت العربيات ولا لحين؟ مشار ملولش أول رئيس يا أخير. يلا قول لي صحح لي مفهوميتي. ملولش يا أول سباق أخير مزين. ثاني سباق أول سباق بعد أخير. ثاني سباق يتطورون يتغيرون للأحسن يعني ربدة ما بتم هاي مستواها، ملولش ما بتم هاي مستواها. في خيل بتصعد في خيل تتم مستواها، في خيل تنزل أكيد. فما نقدر نحكم على أول وثاني مشاركة. لا يعني زين هي من الصغال بتطورون هاي واحدة. يلا شو طلعت لنا الرابجة عند عبد الله الكويتي. ومو هي بس، ترى المصنة قدمت اليوم أفضل من الملولش وأفضل من الجلابية. بالضبط نعم، لأن احنا جربناها في المستقيم الفرس ما تتجاوب في المستقيم، تحاول أن هي تحصل البن، فاليوم جربناها والحمد لله يعني قدمت سباق. بس بعد لا بس ما تلاحظ آخر 50 متر شوي الفرس نفس اللي هي الفرس محصل. عندها مشكلة هي الفرس آخر الأمتار وايد تخاف، يعني تخاف من الجمهور. حاولنا لبسناها يعني كذا بلينكر، لبسناها تشيك بيس، ما تتنرفز وايد يعني الفرس بعدها تحتاج وقت عشان تتأقلم. المنافسة قوية بين هذول الأسماء الثلاثة كلاس وسراب وكلب فيكشن. والله ما أعرف شو أقول، يعني هل اليوم منشوف أحد من المرشحين يحقق انتصار الثاني ولا منشوف مفاجأة في الشوط؟ أنتوا شو تقولون؟ في أحد بيقدر يغلب بالب فيكشن اليوم؟ صعبة والله. أنا كنت أفكر أجيب أكبر يمكن نقدر عليه. إيه بس جلايد مو موجودة الحين في الشوط ولا ديراب بعد. الخلاصة أنا إذا ما بقول بالب فيكشن بقول أليخاندرو، بس جيمس مصر على جايز بعد ما في شيء مضمون. أيها المتابعون الكرام.
الكرام أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الثاني ومجريات للشوط المخصص للخيل اللوك لعمر 3 سنوات فقط لا غير بانطلاقة 11 من الجيادة اللوكل بانطلاقة كيلش، هو الذي يتصدر السباق مع الفارس بريدوي، بينما تخطف الصدارة من قبل جزلة مع الفارس أندرو إليت. المركز الثاني يتواجد كيلش مع بريدوي بمحاذاة السياج، وبجانبه تأتينا هنالك أيضا سراب مع الفارس لينيومان، والمركز الرابع هنالك بلوشينج مع الفارس روزي جيسب. المختار في المركز الخامس والمركز السادس مارفيل اوف بيرو مع حسن الموالي. نعود إلى المركز الأول والصدارة حتى الآن مع جزلة الفائزة في آخر مشاركتها في مسافة 1000 متر. المركز الثاني هنالك سراب تتواجد المرشحة الثانية في هذا الشو، بينما انطلقت أيضا بلوشينج مع الفارس روزي جيسب، وهنالك أيضا محاولات من قبل المختار مع الفارس بادي ماتر. لا تزال الصدارة والمركز الأول، بينما تقطف الصدارة في هذه اللحظات من قبل سراب. لينيومان على صدارة هذا الشوط، بينما انطلق المرشح الأقرب للفوز في هذا الشوط بولت فاكشن مع بول هانيغان. فعلا أيها المتابعون الكرام، لا تزال الصدارة بينما تقطف الصدارة من قبل بولت فاكشن بقيادة بول هانيغان، وسراب أيضا قادمة بقوة. لا تزال الصدارة مع هنالك بولت فاكشن وأيضا سراب. فعلا هنا بولت فاكشن إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط. المركز الثاني سراب، المركز الثالث هنالك عاديات في تطور، يعني تطور متقدم، والخيل كلها زينة يعني خيلهم، وأتوقع عليهم. وبالت فاكشن يعني اليوم مرشح وتوقعنا منه الفوز وفاز. Calm down, James. I have something to tell you now. تعرفون طبعاً شنو أبغي أقول حق جيمس الحين عن اللي صار. I told you, Pulp Fiction. You said. Kailash was going very easy. Coming through the inside, Andrew cut him off. He cut his own horse off. زين خلنا نرجع نشوف إيش صار، وهل فعلاً كيلاش كان ممكن يفوز على Pulp Fiction في السباق؟ He can. He only wins just. He can. Okay, we'll wait till next race and show me, please. I will show you. He will make the run in next race. Show me. This Andrew killing. He killed our own horse. I'm telling you. وأنا ما قاعد أقول كذي يعني استنقاصا من كيلاش، بس. بالفكشن بين إن حصان قوي، وأعتقد إن عنده مستوى بعد أكثر. حصان توا جروينج 3 سنوات، أعتقد الموسم الجاي إذا حافظوا على هالحصان راح بيكون يعني له اسم قوي في السباقات الجاية. أعتقد إنه يقدر يروح حتى لمسافة 1600 متر، فمشروع بطل. ويمكن حتى لو قدم كيلاش أحسن في سباق جاي بيطلع لبعد أليخاندرو إذا صار معاه في سباق. جاء وراهم ثالث شوي يعني بعيد عنهم تقريبا، أظن في طول ولا طول وشوي، وهالطولة والطول وشوي كان ممكن يتقلصون أكثر لو أليخاندرو ما طلع برا. أدى عليه أداء طيب إبراهيم جاسم من خلال السباق اللي شفناه. ما أدري، ما أتفق، أعتقد كان عنده أحسن. وسراب ما نبي ننساها بعد. صراحة فاجأتني بالمستوى. أنا حتى الحين قبل اللقاء قلت لك سيد شوف سراب، شوف كونديشن ماله. وعقب ذي كله الكلام على كيلاش لا زال مستمر. Should have let him through. He's going. When did I let him through? I can't do anything with him. He's under my outside. Put me in the pressure. You were left-handed. I did everything possible to let him in. He's going easy. I'm not going to knock my own teammate off. I'm happy to let him pass. He's going easy. Look, if I had a choice, I'd leave him and put me under pressure. He'd come straight on my outside and push me across the rail. He was going easy, Kailash. Believe me. Kailash is always needed 1,400 metres. Always. The time I've rode it 2 times over 1,000 metres, every time I said to Jimmy, this horse wants 1,400 metres. It was going easy, believe me. It just needs further in distance. I can believe it, Jimmy's right. He wants 1,400 metres. He was cantering in behind. I can't wait to see another race. I tell you what, I would not be afraid if he runs on Pulp Fiction next week. We'll beat him. رايا ما أعرف. أحب أن أنا يعني أقطع الشك باليقين. جوز يعني؟ لا بالعكس، هذا شيء مهم وشيء نشجع عليه.
بتقول لنا بولسار ولا بتقول لنا غير بولسار اليوم؟ بولسار. أكيد الكل بيقول بولسار، كونه صاحب أعلى تصنيف بـ 43 في شوط هانديكاب من 0 ل 45 ومعاه 4 بعد عقب انسحاب الأغر. طبعاً بولسار ما عندنا كلام بعد لا قبل ولا عقب السباق، بولسار بولسار. بس إذا راح تكون في منافسة، راح تكون في منافسة من جود نيوز ودارج. أملك على المركز الثاني والثالث ولا الثالث ولا الرابع؟ الثاني زعلني. تياي تكلمين تتكلمين عن سنيك إيجل؟ في خطورة من الجوال سنيك إيجل. عارف تحب سنيك إيجل؟ لا مو حب. هاي مو حب. عشت. هيام. إن هاي الحصان مودي، يوم يحب يركض ويوم يعني يتراجع. شوي عقله يعني خله يعقل يقول لي أول أول. هناك انطلاقة سنيك إيجل من الجهة اليسرى من المضمار. فعلاً أيها المتابعون الكرام هنا انطلاق. يمي صعبة، أنا اللي كنت بقول لك عن الجواد جود نيوز، إنه إذا طلع جود نيوز بكل أريحية على البيس ماله راس الخيل صعب ينقطع، صعب. زين سنيك إيجل ياته أيام غلب جود نيوز صح؟ إيه. وكم مرة؟ يعني ما يقدر يغلبها هالمرة؟ والله اليوم بولسار في ناس أول مرة يواجههم. جود نيوز سنيك إيجل. كتيبة أقوى اليوم. شلون نقدر نحكم؟ صح؟ ما كانت النمرة كاس الملك قالوا هذه إيه بتسوي إيه. بتسوي ما يتصطفى. حتى في كاس جلالة الملك أحرز المركز الرابع. فأثبت فيها. أوكي الامتحان مع بولسار. أكيد. صح؟ صح. بس سنيك إيجل بعد صار حصان مسن الحين. يعني 10 سنوات مو صغير. جايدة لروفان ريسينج أيها المتابعون الكرام، ينطلق الشوط الثالث على كاس مصرف السلام البحرين من مسافة 2400 متر بمشاركة 5 من الجيادة اللوكال هانديكاب من 0 إلى 45 بانطلاقة دارج، هو الذي يتصدر السباق مع الفارس بريد دوي، بينما يلحق به ثانيا جود نيوز مع الفارس عبد الرحيم جاسم. بولسار يأتينا في المركز الثالث وبجانب سنيك إيجل في المركز الرابع، وأيضا لدينا الراعد في آخر الجياد. إذن هذه نتيجة المراكز الخمس الجياد المشاركة في هذا الشوط. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع دارج بريد دويل على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا جود نيوز مع الفارس عبد الرحيم جاسم. بولسار في المركز الثالث والمركز الرابع، بجانب يأتينا سنيك إيجل مع الفارس عبد الله فيصل وراعد حتى الآن في آخر الجياد. تغيرت الصدارة الآن لمصلحة جود نيوز، سلالة أنكورمان على صدارة هذا الشوط بفارق طولين عن الذي يتواجد في المركز الثاني. هنالك دارج مع بريد دويل. بولسار بمحاذاة السيات في المركز الثالث وبجانب سنيك إيجل في المركز الرابع والمركز الخامس. هنالك راعد مع الفارس أندرو إليد. لا تزال الصدارة والمركز الأول. هناك الجياد تمر من مسافة 1400 متر وجود نيوز لا زال هو الذي يقود هذا الشوط مع الفارس عبد الرحيم جاسم الحائز على المركز الثاني في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة. المركز الثاني هنالك يتواجد دارج مع الفارس بريد دويل، الهاف برادر لدليل الفائز في السباق التحضيري في الأسبوع الماضي في كاس سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. المركز الثالث هنالك التقدم يأتينا بخطوات ثابتة من قبل بولسار مع الفارس حسين مكي، والمركز التراجع يأتينا من قبل دارج مع الفارس بريد دويل. سنيك إيجل في المركز الرابع وراعد في المركز الخامس. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع جود نيوز عبد الرحيم جاسم من يقود هذا الشوط. المركز الثاني انطلق هنالك بولسار مع الفارس حسين مكي، وهنالك انطلاقة دارج من وسط الجياد مع الفارس بريد دويل، وأيضا هنالك انطلاقة سنيك إيجل من الجهة اليسرى من المضمار. فعلاً أيها المتابعون الكرام هنا انطلاقة سنيك إيجل. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع بولسار بشعار عبد الله فوزي ناس. هنا انطلق بولسار سلالة نايف على صدارة هذا الشوط مع الفارس حسين مكي. المركز الثاني هنالك انطلاقة جود نيوز مع عبد الرحيم جاسم، والمركز الثالث هنالك راعد مع أندرو إليد، لكن بولسار هو من ينتزع الشوط الثالث على كأس مصرف السلام البحرين. إذا بولسار بكل سهولة وريحية يخطف صدارة الشوط الثاني. المركز الثاني جود نيوز، المركز الثالث راعد، والمركز الرابع هنالك الحين. وين مستقبل بولسار؟ وين بنشوفه نيكست؟ بولسار يعني المفروض داربي؟ في الدربي ان شاء الله. اوكي الله
الله جربي والأكس حق فوزي. الله يسمع منك. إن شاء الله. ما يستاهل فوزي. يستاهل فوزي. صح المرشح الأبرز وأثبت نفسه يعني. عنده المزيد حق يقدمه في السباقات القادمة. وجود نيوز اليوم خدم نفسه بنفسه أداء قوي أيضا في مركز ثاني. وعن سنيك إيجل. سنيك إيجل بعد السنين عن الحصان. أعتقد حسب اعتقادي إن الحصان مودي. سمعته ولا لا؟ عبد الله فيصل قال لي سنيك إيجل بعد تسألين عنه. لا أقصد إنه مو مرشح. يعني منصوري لا تلومني مو بون اللي قلت. وكا قال الحصان مو بمرشح. يعني لا تزعلين أنا سألت أسئلة نفس اللي سألتها. خلصنا قفل. سأل يوسف أنا ما قلت. مش فيش ساون تي في. احنا ما علينا من الناس. وراء. طبعا شوط 1200 متر 0.75 اصعب شوط في سباق اليوم. التوقعات فيه جدا صعبه. ودام التوقعات جدا صعبه بنشوف الاسماء. وترى بالي اوربان دخل الشوط بعد انسحاب فيلادلفيا. وين انا بسامير جود يقولون يمكن يفوز في دي الشوط ام فرسست. رايك انت؟ جواد مميز اذا يجيد المسافه ليش لا في المراكز. عطني اسم بتراش حفظي الشوط. كلهم نفس الشيء ما اقدر اقول لك انا شو قامي. ايش رايك نرشح وورد اوردر مال الشيخ سلطان؟ اب اند داون نرشح احنا نبي رشوت؟ ما اقدر اقول الحين حصان واحد. وورد اوردر مرتب زين ذاك مر عليه وزن 54 انا مر عليه 56 اخر دخول لورد اوردر كان ظهور جدا قوي ولكن الجواد ما عنده مستوى ثابت. يلا نبي وورد اوردر يفوز. فاز ان شاء الله تايين واحد على الطاولة. ريسينج أيها المتابعون الكرام انطلق الشوط الرابع على كأس مصرف السلام البحرين سباق هانديكاب من 0 إلى 75 ينطلق لعمر 3 سنوات فأكثر بانطلاقة 15 من الجهاد هابي كول بقيادة جون إيجل هو الذي يقود الشوط من البداية. يلحق به ثانيا نبراس باونتي مع الفارس حسن الصفار توفي ياتينا في المركز الثالث مع زهير مجيد بينما المركز الرابع هنالك وورد أوردر مع فادي ماثرز بون دو بوم في المركز الخامس والمركز السادس بالي أوربان جيمي روك فورد في المركز السابع وأيضا المركز الثامن هنالك الجواد إمبرسز. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع هابي كول على صدارة هذا الشوط مع الفارس جون إيجل يلحق به ثاني انطلاقة توف مع الفارس زهير مجيد ومن وسط الجيال انطلاقة وورد أوردر بشعار المحمدية ريسي بقيادة الفارس بادي ماثرز وتوف في المركز الثاني انطلاقة إمبرسز أيضا بعد أيها المتابعون الكرام. لا تزال الصدارة مع وورد أوردر بادي ماثرز على صدارة هذا الشوط انطلاقة إمبرسز مع الفارس عبد الله فيصل ومحاولة أيضا من قبل بورن تو بوم لكن الصدارة مع وورد أوردر بادي ماثرز على صدارة هذا الشو محاولات من قبل إمبرسز لكن وورد أوردر إلى رابع أشواط الأمسية. إمبرسز في المركز الثاني بورن تو بوم في المركز الثالث ونبراس بوم. لك يعني شنو كنت يعني متوقع الفوز بس ما يصير أصرح قبل شو اسمه برز هذا قبل شو اسمه يعني ما حسيتك كذي تفاجأت يعني كنا اون ايزي يعني اي ما تفاجأت صراحة بس ما يصير اصرح قبل لانه ما بترحميني بعدين. انا لازم اخلي اقعد وراش ثاني اول فوز اول فوز حق محمدية حق وورد اوردر اي نعم صح؟ اي نعم مثل ما قلت لك سيدنا اخر ريس جد دخول قوي يعني كان بامكانه انه يفوز في السباق الفايت بس حظه انه جاي في اخر ليك اليوم كان نصيبه انه يكون قوي بس اللافت للانظار اللي هنا في هذا الشوط اللي هو امبرسز بالمستوى الرائع 1200 قدم
شوط جدا ممتاز. انا ما اتوقع هي مفاجأة، ولكن انا شفت ان عبد الله فيصل الفارس ماله كان مرشحنا قبل السباق، كان مرشحنا يغلب في اليوم. اول مرة اروح المسافة 1200 بس اكو شو شيء قاعد يرجع، يعني وش قال ليش المالك؟ ايش قال؟ مثل اليوم ليش جابه عندي؟ بنشوف عاد الحين انت يعني ان شاء الله يثبت عليك ان شاء الله بيرجع. على الورق النمرة ما لها منافس يعني. إيه صح ما لها منافس، بس معها رماني وهو مرشح ثاني، وذا دارك نايت مرشح ثالث، وأربعة آخرين. النمرة طبعاً صعب في هالمسافة أنها تخسر كونها من أفضل الخيل. النمرة ها؟ شو تبي؟ اليوم رماني في اختبار المسافة ونفس الوقت اختبار انه راح يكون مع النمره في شو. يتواجد هنالك الجواد رماني مع الفارس لينيومان الفاز في اخر مشاركاته في مسافه الالف. واول مره يركض 1600 بس انه ما في له اشواق يعني مضطرين. يقدر يتغلب على النمره ولا كمستوى اليوم نقول صعب؟ والله كمستوى هو زين، بس كمسافه تعرفين هي متمكنه ازيد. اذا خدمت المسافه يقدر. اي بالضبط. ما ادري، انا اقول لا. ممكن اليوم نشوف جيمس نيلر كون مشارك بثلاثة، جياد حراش وشامخ ودولية ينافسهم. بين من ومن ومن؟ رماني والنمرة أتوقع شامخ. فيعتمد على خطة جيمس يعني، هل بيطرش دولية قدام؟ مستسلم جيمس حق شوي. لا مستسلم هذاك تشاني، بس أكيد هو بيطرش واحد دولية أو شامخ أو حراش أكيد بيطرشهم قدام. فوزي متصل يعطي بادي الخطة. وشو لوم السبيكر معنا عشان ما نسمع. انطلق الشوط الخامس على كاس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل من مسافة الميل 1600 متر بانطلاقة تجمع سبع من الجياد اللوكل انتاج محلي بانطلاقة الجواد رماني، هو الذي يتصدر السباق بينما تغيرت الصدارة الآن لمصلحة دولية مع الفارس أندرو إلي. رماني يلحق به ثانيا في المركز الثاني مع الفارس لينيومان. المركز الثالث هنالك يتواجد شامخ بمحادات السياج مع بريندول، والمركز الرابع هنالك ذا دارك نايت مع بول هانيغان. حراج في المركز الخامس، النمرة تأتينا السادسا، وبلو فيرن في المركز السابع. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع دولية أندرو إليت على صدارة هذا الشو. المركز الثاني يتواجد هنالك الجواد رماني مع الفارس لينيومان الفاز في آخر مشاركاته في مسافة 1200 متر. شامخ في المركز الثالث مع الفارس بريدول، بينما المركز الرابع هنالك يتواجد ذا دارك نايت مع بول هانيغان. حراج بمحادات السياد في المركز الخامس، النمرة تأتينا سادسا، وبلو فين حتى الآن في آخر الجياد. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع دولية، بينما هنالك انطلقت النمرة بانطلاق موفق من قبل الفارس بادي ماثر. لا تزال الصدارة مع دولية، بينما تخطف الصدارة من قبل أيضا الجواد النمرة مع الفارس بادي ماثر، ومحاولات أيضا من قبل ذا دارك نايت مع بول هانيغان. لكن النمرة بشعار الجونيور عبد الله فوزي ناس تنتزع من تقترب من انتزاع الشوط الخامس على كاس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل. إذا النمرة هي بطلة الشوط الخامس. ذا دارك نايت في المركز الثاني، المركز الثالث والرابع بانتظار الصورة. الفرس يعني مسيرة حياتها كامل ما خسرت العام في كاس جلالة الملك، ما عندها أي خسارة. ما شاء الله ما شاء الله، لا صدق فوزي يعني عنده خيل مو بعنده خيل، يعني بس هذا هم يدشون الشوط ما تقول في أحد غيرهم بفوز. أنا بقول عصا سحرية دي مو بخيل. النمرة. النمرة طيبة. من بعد؟ بولسار. أنا ما نربط إلا طيبين. فوز منطقي للنمرة، بس ذا دارك نايت اللي هي ثاني مو رماني. طبعا ذا دارك نايت فوجئ الجميع يعني بهالمستوى اللي ركض فيه اليوم. رماني اليوم حسب وجهتك ممكن نشوفه يؤدي في مسافة الميل او نقول صعب؟
روماني يقدر يجي في الميل وبيركض اللي يركض شوط ثاني بيركض احسن لان يمكن غاب من الميدان فتره يمكن الحصان جه فقيل الحين مو جاهز وصح ممكن ذي السبب لانه قبل الشوط من زمان ما شفنا روماني وحشنا وحش غالي ان شاء الله صح قريب شهرين ايه ما له اشواط ها ما له اشواط يعني سوى ريت 62 وما في له اشواط فاي شوط بدش فيه بيكون جست وبيعطي باقي الخيل 8 او 9 كيلو فحرام يعني يوسف انا ما قلت وش فيش تسوون كذي احنا ما علينا من الناس وراء هاجين شوف تطور من كارتوغو هاي سؤال سئلينا بادي هذه مستوى الحصان طبعا هاي الاشواط اللي هو الهانديكاب من 0 ل 80 يصعب الترشيح طبعا واحنا صرنا في كل شوط هانديكاب نسمع هالجمله وهي ترى صح يعني بس في اكيد اللي بنساله شلون نشوف حظوظ الجواد الجديد ديزرت ليون اول مره يشارك في مضمارنا البحريني والله في ساحة العرض ظهوره كان حليو يعني. إذا نجحت الأرضية وياه احتمال يقدم شوط حلو يعني ماكو البعين عنده حوارات ويا حسن شوف ذاك اليوم قلت لي أنا ما خليت جورج على عدنان لأن أحس أن حسن يعني ممكن يعني أدي معه أحسن وشفنا جورج مع حسن أدي علي أحسن بعدين جورج صار مشكلة صار مشكلة حق الحصان ليش سؤالي واضح وبسيط يوسف هاي سؤال يوسف انا ما قلت والله جورج خطير بعد يعني ما نقدر نتغاضى عنه يعني قلنا السؤال انه يعني وين عدنان عنه هو فوز مره مع عدنان ايه بالشوط البرنتسية يعني الحين وين يعني المفروض نعطي عدنان يعني لا تقصدين لا ما اقول لك شيء مفروض انا اسال بس يعني الحين السؤال شنو؟ ليش ما عطينا عدنان ولا ان تعرفون السؤال شنو قاعدين بس ما تبون ليش قولي ايش السؤال مره ثانيه السؤال انزين انه اعطيته ذاك المره جاوبتوني ان اعطيته جورج حق حسن لان قلتوا ان حسن ممكن يقود بطريقه افضل انا ما شفت ذي القياده الافضل انزين فشنو الحين ليش اعطينا حسن حسن قال يبى ركبه مره ثانيه عدنان ما قال لكم يبى ركبه مره ثانيه ما ادري والله يمكن سالي علي يمكن قال له ما ادري شو رايد على منصوري ها مع استكمال سلالة يوس ستريم على صدارة هذا الشوط ذو العمر 7 سنوات انا ارشح الحصان استكمال على اخر سباق له لانه ايش لانه جابر الصراحة يعني اخر مرة قدم مستوى ممكن يأهله انه ينافس في ذي الشوط ان شاء الله ليش؟ يعني يا مركز ثالث وكان كلش يعني قريب من استكمال ايه قريب صح؟ فيعني قل لي يبالي نحط وش فيش تسوين كذي؟ اقول وش تقولين بعد؟ ها؟ اقول ياها الحظ ايه يبالي حظ تسوون نفس ذاك المرة بتخلونه يروح؟ لا بنشوف الحصان شنو يبي بنسوي اللي يبي ما بيخلونه اليوم يروح بروحه؟ ما بيخلونه احنا ما علينا من الناس احنا علينا من حصان بالضبط هذه اكو يجيس يجيس وخلاص اوكي يعني الحين هل استكمال بيطلع ولا ما بيطلع في المقدمه الله اعلم يبين لا ما بخلي انت بعد ما بتخلي ما بخلي وين استكمال ورا فان ريسينج أيها المتابعون الكرام أيها السيدات والسادة انطلق الشوط 6 ومجرياته على كأس مصرف السلام البحرين بانطلاقة تجمع 15 من الجيادة المستوردة ثير بريد هانديكاب من 0 إلى 80 بانطلاقة تجمع 15 من الجياد بانطلاقة استكمال هو الذي يتصدر السباق من البداية مع الفارس عبد الله فيصل بشعار العجمي يلحق به ثانيا هنالك يتواجد برنس بونير مع الفارس لينيومان بونت فيرت في المركز الثالث بين
بينما المركز الرابع يتواجد جبر مع بريدو، والمركز الخامس هنالك كويفيلين مع أليكو عفوا مع علي حسين، والمركز السادس هنالك أيضا تتواجد كوستلاين مع إبراهيم نادر. نعود إلى المركز الأول والصدارة مع استكمال سلالة يوس ستريم على صدارة هذا الشوط ذو العمر السبع سنوات، بينما يلحق به ثانيا برنس بونير مع الفارس لينيومان. بون فيرد بدأت في الانطلاق مع الفارس ليدي بأندرو إيديد، والمركز الرابع جبر مع بريدول، وأين هنالك أيضا محاولات من قبل فينيس فيرس مع بول هانيغان. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة والمركز الأول مع استكمال عبد الله فيصل على صدارة هذا الشو. هنالك محاولات أيضا من قبل الجواد برنس بونير من جانب السياد مع لينيومان، وهنالك انطلاقة جبر مع الفارس بريدول، ومن وسط الجياد انطلاقة ديزرت ليون لي الصديقي ينطلق على صدارة هذا الشو. محاولات أيضا من قبل جبر، إذا ديزرت ليون مع بادي ماترز الذي يبحث عن الهاتريك، إذا ديزرت ليون إلى سادس أشواط الأمسية لمصلحة الصديقي. إذا المركز الثاني هنالك جواد جبر، بدوز بالمركز الثالث ويبدو لي إمارات في المركز. هل بتسوي معنا اللقاء ولا لا؟ لازم انت فايز الحين لازم عشان احنا نسوي اللقاء عقب ما تستلم الكارت. نفس ما قلنا قبل الشوط، قلنا إذا هاي الحصان جايب مستوى طيب ممكن ريته 76، مو ذاك الريت القوي، بس عنده فوزين من قبل، يعني عنده اللي هو الخبرة في الفوز، فصدقت إياه اليوم الأرضية وطبعا حقق المركز الأول. والله قبل الشوط قلت له الجوكي إيزي وين، قال لي إيه. واليوم يوم فادي، وحتى الآن 3 انتصارات بس. جابر كل يوم يطلع لي جابر ثاني إيه؟ وكل مرة بيطلع لك أحد. كل يوم يطلع حصان جديد لأنه كل يوم حصان، بس على الأقل نعرف إن مستوى جابر وايد زين. زين صح؟ شوف إيش صارتين كلش عارفين مستويات وذين بعد يعني بلتعة الصراحة بلتعة. جابر يلا تشوط ثاني يمكن، يعني وأتوقع يحتاج لي مسافة شوية أطول بعد حق يظهر قامل قواته. وغير جبر باثوز يمكن اليوم يومه فحقق مركز الثالث، خوش راكضه يعني. واميرالد وانا صج ما التفت للمركز الرابع، بس لانه قصتي طويله معاه فراضي عنه السباق، بس يمكن اليوم نفعت وياه الغمامه يمكن، بس استكمال ما ادري ايش سالفه صراحه يعني. اليوم ممكن تغير البلان مال المدربين الثانيين، يعني ما خلوه ياخذ راحته في الانطلاقه. واستكمال يعني مسكين كل مره يطلع لحد. لا هو ما طلع لحد، طلعوا له وايد. زين هو اتوقع كانت تجربه المسافه اليوم وما نجحت التجربه. انا اشوف المسافه قريبه عليه، الحصان يركض 2004 2000 2008 1006 اليوم شوي الشوط صار اسرع منه، ما كان يعني انا صدق طلعت فيه يعني قدام، بس ما كان مرتاح. زين هاي رسالة موجهة حق يوسف طاهر، نبي نشوف استكمال وشاثم هاوس وأرشيك يفوزون لو سمحت. إن شاء الله. ها؟ يفوزون إن شاء الله. رأي معك. أحب إن أنا يعني أقطع الشك باليقين. لا بالعكس هذا شيء مهم وشيء نشجع عليه. جوز يعني. مرزيهم لو. تقدر أنت تتصلين لي بعد التلفون ترى. المفترض فايز حقيقة، بس أنا أعتقد أنه بيتأثر من وزن كون حصان ضيف بتصنيف 96 في شوط من 0 ل 95 ومع 12 آخرين. فايز لازم يفوز إن شاء الله. الله يسمع منك. صح؟ الله
اسمه منطقيا لازم يفوز في ذي الشوط. المفروض اسم على مسمى. ركضته ذاك الاسبوع المفروض فايز. هذا الشوط انه فايز وهو الكلاس حصان وهو افضل حصان. فايز رقم واحد وهو الاول ان شاء الله. والمركز الخامس هنالك انطلاقة فايز مع الفارس بادي ماثر الذي يبحث عن السوبر هاتري. لا تزال تون بروكي ما يندرى يمكن ترى اليوم يعني جاي تشوف تون بروكي ها تهجى تون بروكي يرجع كل جسمي من طول الموسم ما شفناه جاي يتابع تون بروكي يقول لك يبي يرجع يعني حلولة بس هالمرة بغول يعني والله حصان مفاجأة سنتين مو مسابق ودوا شوط واحد يمكن يجهز تون بروكي يمكن يسوي مفاجأة ما في حصان يسوي مفاجأة غير هذا الحصان هاي هو الشوط اللي قال لي خالد هلال متابعة إنه بيأدي فيه تون بروكي ولا لا لا ممكن بعد فيه شوط أحسن ألبرت فيني يمكن يفوز شايل وجهه صح ألبرت فيني إيش قصته إيش قصته ما نشوفه قاعد يركض على مستوى يعني هاي مستوى؟ هي 87 ريت 707 فوزي اي اي ولا هاربر روك؟ هاربر روك هاربر روك تدرين السنة مو راكض يعني ف في التمارين اوكي بس تعرفين لياقة الريس محتاج لها صعبة عليه من اول شوط الى عقب سنة ونص يجي يقدم يعني صعبة شوي نيو كلاسيكال يعني هاي شفيها براح مينا مسكين كل اسبوع وكل اسبوع بعد اللي تغلب بلعب ببل ذاك الاسبوع ما ركض كلش ما ركض كان مو تعبان كلش ولا لا كان بروفة له بروفة شو رايك انت عقب السباق اعطيتي النتيجة شو رايك نشوف سوري انا هاي رايي يعني بس جزاك الله خير خوش نصيحة انت ترشحين فايز او البرت فيني اعرف بتقولون لي فايز اوكي بس البرت فيني ليش بس بنشوف الحين شو يصير دروفان ريسينج ايها المتابعون الكرام ايها السيدات والسادة انطلق الشوط الرئيسي والختامي لهذه الامسية على كاس مصرف السلام البحرين هانديكاب من 0 إلى 95 بانطلاقة 13 من هذه الشعارات المعروفة والمميزة بانطلاقة مكاك على ما يتمناه هو الذي يتصدر السباق من البداية مع انس السيابي يلحق به ثانيا بتار مع الفارس اندرو إليل نيو كلاسيكال في المركز الثالث مع الفارس جون إيجن بينما المركز الرابع هنالك يتواجد هاربر روك مع لينيو مان لنعود إلى الصدارة والمركز الأول مع مكاك التي ركوب جابورتا على صدارة هذا الشوط بشعار فيكتوريوس العائدة ملكية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالكاب الأحمر يلحق به ثانيا بتار بشعار الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة الفائز في آخر مشاركاته في مسافة 1800 متر نيو كلاسيكال بمحادثة السياج بالمركز الثالث بينما المركز الرابع هنالك يتواجد هاربر روك وبجانب هنالك آي آي مع الفارس عبد الرحيم جاسم كارتاغو في المركز السابع هنالك بقياس الفارس بول هانيغان لا تزال الصدارة والمركز الأول مع أنس السيابي بانطلاقة الجواد مكاك يلحق به ثانيا هنالك بتار مع الفارس أندرو إليل نيو كلاسيكا يتقدم خطوات ثابتة مع الفارس جون إيجن هاربر روك في المركز الثالث وكارتاغو رابعا والمركز الخامس هنالك انطلاقة فايز مع الفارس فادي ماثر الذي يبحث عن السوبر هاتري لا تزال الصدارة والمركز الأول مع مكا بينما انطلق هنالك فايز مع الفارس فادي ماثر ومحاولات أيضا من قبل الجواد كارتوغو مع بول هانيغان لا تزال الصدارة والمركز الأول مع مكا أنس السيابي على صدارة هذا الشو محاولات أيضا من قبل ساجد من وسط الجهة وهنالك أيضا كارتوغو لا تزال الصدارة والمركز الأول هنالك محاولات أيضا من قبل ألبرت فيني لكن كارتاغو هو الذي يتصدر السباق محاولات أيضا من قبل هنالك ألبرت فيني ومكاك فعلا دخول ثنائي على خط النهاية ما بين مكاك وألبرت فيني انتظار الصورة من قبل لجنة التحكيم بس أنا قلت لك قبل الشوط ألبرت فيني بس أشوى ياهم السوري ولا كان اثنينهم يا محسين اللي صار بين فايز ومكاك ممكن يغير نتيجة الشوط في وجهة نظرك أو ما راح يخص المركز الأول
ما بيخص مركز الاول خير شر، يعني مثل ما شفنا البرت فيني جاء غلب مترهي. البرت فيني سوى مفاجاه. فايز اثر عليه الوزن ولا اثر عليه مكاك؟ اثنين مسكين. على قولة الانجليزي دبل وامي. اثنين الوزن. عاقة الوزن وزائدا مكاك شوي دش عليه ضايقه في الفينيش يمكن خلاه يخسر. ليش بادي عيا اللي تم ويا مكاك يدري انه هو بيروح اللون؟ عاد هاي سؤال تسأليه لبادي. جاكييرا. باي مي. نوت باي هيم. كل فارس ركبه ما يقدر يسيطر عليه، مو غلطة الناس. يا ورس ركبه. زين ويقوم شو اسمه؟ زين ماكي ركبه. Okay. That's what I say. It's a jockey error from my point of view. Don't blame the other jockey who wrote macaque. Don't Paddy الله يهديه ولا صدق في macaque. You have to ask Paddy. Why he came with that? When I came to him, he was still in the straight line. Did he stop me? Oh. بعد انت مو بذنبك بعد هاي بس بعد الريس الكبير خبرتني والله ما ادري عدت الريس مره ومرتين والحين ما اعرف اذا صج ذنب انس ولا كان اجباري يصير كذي. بس حتى لو بادي قال ان الخطا مو خطا انس في شيء غلط صار بس كارتاغو ما شاء الله يعني قاعد يتطور. هذه مستوى الحصان ليش ما حد كان متوقع لنا قبل الشوط. يمكن الجوكي خدمه جوكي عالمي فوقه. Distance is probably too short. I think when he steps up in trip again and he can get to the front, you know, he just wasn't fast enough today. هذه مستوى الحصان واليوم ركض سباق يعني مع الخيل اللي في مستوى هانديكاب. نزل شوي في الريت وشفنا يعني ما شاء الله فينش قوي والخيليات على الريت. وموضوع الريت موضوع طويل، خلكم مستعدين له لما فل يكون موجود اكيد. ما يصير الدربي مستورد. الله يعينه في العين كاس وايد عندنا سوالف وياه. برزيهم لو تقدر انت تتصلين له بعد التليفون ترى يعني على التليفون. لان عادة تسوين اتصالات بعد يعني يصير سبيكر تسوين له وتحطي السماعه يمك تسولفين ويا السماعه. بس قبل لا انتقل لموضوع غير نتيجة مكاك تغيرت، كارتاغو ثاني، فايز صار ثالث، ومكاك رابع، وألبرت فيني الفيكتوريوس أول. فيكتوريوس الله يعين، الله يعين المشاركين يا فيكتوريوس في السباقات الكبيرة صراحة، يعني يوم نشوف نيوشو، نشوف بورت ليونز، نشوف ألبرت فيني، مكاك مع الأداء اللي يعني مو متواضع اللي أداء جيد، بس الله يساعد المتسابقين وياهم. فيكتوريوس السنة نار وشرار. زين مكتوبين تعرفين؟ ها؟ ميكروفونات مبندة؟ ايه مبندة. مايكاتي ما كانت مبندة، خصوصا في مثل هالمواضيع المهمة. نقاشات كثيرة وأسئلة يمكن وصلنا منها النتيجة ويمكن لا، لكن الأكيد أنها باب النقاشات طويلة قدام. وأنا دايماً أحب أن أنا يعني أقطع الشك باليقين، لأن سألت هاي السؤال حق يعني كذا مالك وكذا مجرب، بس لحين ما حصلت الجواب اللي يرضيني مثل ما في داخل الأوكس والداربي. هي. ما ارضى، اتوقع ان انت شفت التداخيل بعد. شفت التداخيل طبعا تمنيت ان اشوف فيل اكبر خاصه في الاوكس، لكن دائما في فرصه حق سبلمنتري، واتمنى ان المدربين يشاركون او المدربين اللي ما دخلوا يشاركون. ان هم يدخلون والله انا الصراحه ما اظن، لان من اللقاءات اللي انا سويتها خلاص هاي هي الانتريز خصوصا في الاوكس، يعني ما حد قال انه هو يبي يدخل. فانا يعني كل سنه انا بتذكر العام ترى بعد سالت نفس السؤال عن شنو بالضبط، عن شفت كميه الخيل يعني عدد الخيل كله فوزي ويعني صابرينا ميمونه فالنتاين ثلاث كلهم صوب فوزي. يعني هذا اللي يصير الاوكس انت تشوفين كل سنه يعني ثلاثه روس اربعه روس يعني هاي مو شيء، هذه مو بعد نفس الشيء يعني والداربي بعد نفس العمليه. ايه يعني نفس بطل الاوكس. ايه ليش سحبوا فيهم؟ ايه ليش
But what can we do if we don't have a horse to go that distance? Because I don't have anything. You don't have any locals? I have, but nothing that is suitable to race in that place. وأنا وأنتو نعرف إن هالجواب مو مقبول من إلين وجيمس بالذات. قلت لي معروف إن إذا استوى الدربي والأوكس في نفس اليوم هذا اللي بيصير. إي طبعًا بيصير خير غريبة. سؤالي هو ليش خلوا هالسنة الدربي والأوكس في نفس اليوم؟ صابرينا لو دخلت الأوكس ودخلت الدربي بتغلبهم الاثنينهم فيعطون فرصة للجهات الأخرى. لازم تصيرين منظم السباق. أنت تقول ليش؟ خايفين من صابرة؟ You never know. I thought we might go in this race thinking Sabrina wouldn't run. And if Sabrina is in the Ox, you will not participate? No, we cannot beat that, but I thought in this race maybe Sabrina wouldn't run. زي حتى انتو بعد ما حد؟ احنا يعني تونا عدنا هالسنة كم عدنا؟ كم رات عدنا سنة؟ بس السؤال هو الناس اللي عندهم ليش ما يبون يشاركون؟ You're new to racing. You'll get to know things as you get on. That's how it happens. Same in England or America. If there was just one or two horses in the Derby in England or the Kentucky Derby in America, they would still run the race. وهذه عذر أسوأ من ذنب. ما أظن الموضوع لدخل في إني جديدة على السباقات أو في إن إذا في بريطانيا أو أمريكا عادي يركضون اثنين أو ثلاث فمعناته إن هذه الصح ولازم نتقبله وخلاص. 100% وهاي اللي كنا نقوله من سنين يعني إنه مو حلو إن هالشوطين ثلاثة أو أربعة. بطل البحرين دور كل ستار. هل معناته إذا يركض كل الناس تشرف؟ Every year we know that we have this race. So you can prepare yourself before that. The owner is preparing, is breeding for this race. He's doing everything, but if the horse doesn't turn out to be very good, this Sabrina is like far superior to the other ones for some reason. أنت كمدرب للبروغرام نازل معقولة ما تقدر تسوي adjust وإذا عندك اسطبل هالكبر ما عندك لها شو مشكلة. قاعدة أدور يعني حل من الأشخاص الموجودين هنا بس ما في حل تم الاتفاق عليه يعني كل من يقول لك ما نعرف ما ندري خلاص هاي هو الوضع that's it. خاصة يعني إذا الخيل توصل لأربع سنوات يعني عندي وجهة نظر أن لما توصل الخيل لعمرها أربع سنوات وشاركت سنتين في السباق طبعا في بعض الخيل التعور وبعض الخيل تثبت أن هي ما تسوي المسافة وبعض الخيل تثبت أن هي مو بقد المستوى او نوت جود انف ان هي تشارك في الشوط فنخسر يعني نسبه عوده من الخيل فلازم اكتب السباق يدرسون طرق نحاول نتجاوز او ان احنا نضمن مشاركات اكثر من الملاك. شلون ان احنا مثلا نخلي ثلاث سنوات نفس ما كان قبل؟ ممكن هذه يعني ممكن خيار لكن يعني ما بقول هاي الخيار الوحيد. طبعا اذا صار السباق حق ثلاث سنوات السباق ما بيتم في نفس المكان بس لازم انهم يشاركون انهم يشاركون في الدربي لازم الخيل عمرهم سنتين لو غير سنتين اولا اسعارهم مضاعفه ضعف من ثلاث لاربع سنوات فبيكون صعب استقطابهم حق بس الشوط معين هذه الاوبس ولا أول كان ثلاث سنوات الأوكس والداربي بعدين المدربين تشكوا يعني قالوا إن ثلاث سنوات خيرنا مو جاهزة حق هالمسافة فسووه أربع سنوات. لا هو حق أعطاهم فرصة لأن الخيل الإنتاج ما يركضون على السنتين يعني يبدلون الكارير مالهم على الثلاث فما يمديهم بعضهم يعني يتعودون على السباقات حق الأوكس والداربي من كذي كان عددهم بعد أقل. ثلاث سنوات كانوا راسين ثلاثة بس على الأربع يجهزون خيل أكثر من الإنتاج وبالذات لأنهم يعني إنتاج محلي يطولون هما في الديفلوبمنت من ناحية خبرة سباقات وجسم ونمو على الأربع يكون في خيل أكثر إنزين وبعد نفس عدد الخيل يعني نفس عدد الخيل هاي لازم يكنسلونه خلاص إذا كذي عاد هذه يكنسلونها ما يكنسلونها عاد هذه عند الجماعة يعني لا إذا كنسلونها أفوز بشنو يعني خلنا أفوز بعد الكسر
now. No, it should be there, no? Why? It's a classic. بس لازم في طريقة. فلازم مكتب السباق يعرفون يعني أول شيء على الهيئة العليا خيارات. توزع الأشواط عشان يبديهم الخيل يركضون في الفوكس. ما يكونون في نفس اليوم. يريحون أسبوعين ثلاثة يركضون في أو شهر شهرين يردون يشاركون بالدار. مثل ما كان يعني العام القبل. العام الله يسلمك كان الأوكس في كأس ولي العهد والدربي في كأس سمو الشيخ ناصر. So after three weeks. إيه ممتاز. خيارات يعني أتوقع صدق إحنا محتاجين نشوف خيارات تخص هاي الموضوع يعني إحنا خلاص هاي السنة. بس بعد إحنا في ناس أكثر دخلت في الإنتاج في خيل أكثر إن شاء الله جاي البحرين فممكن إن الخيل تزيد. ما عندك خيل كريرز. يسمونه. حق دربي. يعني إذا مو بلين إذا مستورد أنت بتقدر تشتري وبتقدر على الأقل تفتح المجال حق يعني حق مساحة أكبر من اللي موجودين هنا مو بس اللي عندهم إنتاج. إنهم يشاركون إنهم يشاركون في الدربي. يعني عطوا فرصة حق المستورد لأن المستورد أكثر يعني ليه ما يعدلون وضعهم. بالضبط. ليه ما يصير عدد على الأقل 10 رؤوس. وبعدين نسوي الأشواط حق الإنتاج يعني أما دام إن الأشواط كذي يعني تكون 3-4 رؤوس حرام ويوم مهم يوم كأس الولي العهد لا ألغوهم أنا أحس إن بعدين الملاك والمربين ما بيشجعون إنه يخلون عندهم إنتاج على أساس الحين إنهم مشاركين في الشوط لا بس بعد يعني بيقتل الشيء زيادة يعني قبل كان الداربي ده الشيء ما يقول لك تقتل ازياد قبل يعني اللي صار الداربي والاوكس مستورد ما بتشارك صعب تلقي الخيل خيل الا اذا كانت جائزته كبيره جدا لان الخيل بتكون وايد غاليه بس بهالمستوى يعني مسافات الاوكس والداربي مسافات بعيده راح يصير صغير سن وايد لا هذه رايي فيها لا تقدر تغير الشوط مالك او المدرب نحتاج الأشواط هذه بصفة القصيرة ولا شوف سلطان يعني أنا واثق أنت عندك رأي بس ما تبي تقول لي لا ما عندي رأي لو عندي بقول لك هذه اختصاص فيه هو اللي بيقدر يقول لك بالضبط نعم رأيك في الرأي لا إحنا يعني مستأنسين ونفتخر يعني بالخيل اللوكل برايد لا بالعكس هذا شيء مهم وشيء نشجع عليه ويعني البحرين يعني من أول الدول اللي بدأت في اللوكل برايد ونبي نحافظ عليه ونطوره. Now. What now? You cancel the derby next season and the Oaks. Yeah. And you put another race on early in the season, 1600 meters, going to the Crown Prince Cup 2000 meters, going to the King's Cup 2400 meters. You call this the Triple Crown, and the one horse who can win all three gets a bonus. And does Sheikh Abdullah knows about this idea? No. Why? I told you first. You told me first? Okay, you ask him and get back to me, huh? Okay. أنا بجمع المواضيع والآراء يعني اللي انطرحت في ذي الموضوع ولما نشوفها بعدها برجع لك يمكن تعطيني رأي فاصل أخير عقب ما تسمع الكل شو يقول. حتى بناخذ قرار كهيئة عليا. يعني. ناخذ قرار مشترك ننطر إن شاء الله مكتب السباق والإدارة شو تقدم لنا في شيء لفترة يدور في بالي شنو يعني أنك تكون محايد مصطلح شوي مثالي وإذا المثالية صعبة المنال فنفس الشيء ينطبق على الحياد فهمت قصدي أو لا كل موضوع فتحناه أكيد مو هذه نهايته دم ما وصلنا النتيجة وحل وختام في النهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل عاد ذاك الأسبوع ما شفناك يوم ما فور ويل درايف موجود لأن إحنا ذاك اليوم يعني خذنا القصة من يعني وجهة نظر الشيخ محمد إحنا يعني بعدنا بنسمع أطراف ثانية يمكن يصير فيه تبرير شيء لا ما في تبرير يعني سمو الشيخ عيسى شجع الكل صراحة إن إحنا ندخل في ذي المجال وشجعنا إن ندخل والله إحنا يعني ما لنا في ذي المجال بس الحمد لله توفقنا وفوز الحصان الصغير وعقب ما فاز الحصان يعني تحمست أكثر أكيد رحت له أعطيته بولو شفناك أمس وأنت رايح له إيه يعني ثاني مرة أدخل إنزين لسه من اختاره أي اسم
اسم ستنديكيت محمد محمد الشرط محمد الشرط مو بزين اللون بلا لون ابطال انا قلت لك كحلي وبس نخاف كان كان في حمار كان في بيصير حمر وكحلي عشان نراضي الطرفين احنا دائما نحاول نراضي الطرفين شفتوا يعني انا كنت صح يعني رفعوا المحرك ما نفس تروحين بعيد زين الاسم الحين صدق من اختار انا ما احس ان ابو مبارك اللي اختار الاسم يعني اسم الفريق احنا عندنا فريق كره فكرنا فيه سوينا نفس الفريق في الخيل إذا يبون نغير بعد بنغيره ما في مشكلة لا زين الاسم حلو عجبنا بس يعني نبي نعرف الحين شنو مخططاتكم المستقبلية في السندكيت لا المخططات عند الشيخ عيسى احنا ما نعرف شيء القائد مال الفريق وعنده كل شيء يعني ما شاء الله من الاختيار للسباق للسباقات اللي بيشارك فيها يعني في اسرار بس ما بنقول بس يعني الشيخ عيسى عنده المفتاح تقتلني لان تقول لي في اسرار بس ما بنقول عنده المفتاح